وجود بعض ما يعنون عنه بالأناشيد، أقولها ليست أناشيد، أقرب للغناء والطرب من الأناشيد الإسلامية في حب أهل الأرض. ترتاج هذا شبابنا، مو مالك نفسه، مو مجود نفسه من زود ما يسمع هالطرب وهالكسمة، تقول له هذا موسيقى، هذا غناء، قال لا هذا في حب أهل البيت. شنو في حب أهل البيت بهالطريقة؟ هذه إساءة. لا نقدم أهل البيت بهذه الصورة، علينا أن ننقي هذه الأجواء من كل هذه الانحرافات التي تتسلل، من كل هذه الممارسات التي تتسلل إلى واقعنا. واليوم إذا ماسكين على بعض شبابنا، بكرة ما بنحصل أحد، بكرة بيكونون هذين مرهونين إلى برامج خارجية غير المأتم. عليكم السلام ورحمة الله. فلذلك أيها الأحبة، انطلاقا من هذه المناسبات المباركة، فلنعد صياغة وعينا، فلنعد صياغة تعاطينا مع هذه المناسبات، لنحصنها من أي اختراق، لنحصنها من أي عبث، لنحصنها من أي سلوك قد يسيء لها. ولذلك وصية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حتى يقال رحم الله جعفر فقد أدب شيعته. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.